الطريق مع دي ديتا مع نجيب محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. لا انا موجودة يعني ما تقلقوش احنا موجودين اهو، بس سويلم النهاردة مش معايا، بس انا هكون معاكم الساعتين دول. انا نجيل محمود وانتوا هتنسوا الطريق يا رب، يعني نتعشم مع سي بيتا على ميجا اف ام من الساعة 4 لغاية الساعة 6. والنهاردة يوم الاربع يعني يوم الرعب، بس النهاردة يوم مختلف شوية طبعا. اولا لان سويلم مش موجود فهنفتقد الزوم بتاعه، لكن في حوار يعني او حاجة كده تيمة مختلفة النهاردة هنلعبها مع بعض، بس مش هحرق الموضوع دلوقتي، خليكم معايا. تعالوا نسمع تامر حسني مين ممكن، وهنرجع نبتدي مع بعض الحلقة. استعدوا بسرعة جدا على 1-92-7 الاسمس، قولوا لي اخبار الطرق ايه، والفان بيج بتاعتنا انسى الطريق مع تي ديتا بالعربي بفرانكو اراب. النهاردة يوم الرعب سيلفون. طيب يلا نبتدي بنشرة المرور مبدئيا، يعني عشان ايه نحاول نلحق الخسائر على قد ما نقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبري 6 اكتوبر المتجه لمدينة نصر من المهندسين للتحرير صعب وزحمة لرمسيس وتمام لمدينة نصر، اما المتجه للمهندسين من مدينة نصر للتحرير زحمة وبعدين زحمة للمهندسين. الاوتوستراد بقى المتجه للمطار من حلوان للقلعة تمام ومعقول المقطم وزحمة جدا لعباس العقاد ومعقول للمطار، اما العكس من المطار لعباس العقاد تمام وبعدين صعب جدا لحد المقطم ومعقول للقلعة وتمام لحلوان. المحور على غير العادة ماشي تمام في الاتجاهين. صلاح سالم بقى في اتجاه المطار من المعادي للمطار، سوري في اتجاه المطار من المعادي للمطار زحمه، اما العكس صعب جدا يا راجل من المطار لكوبري اكتوبر ومعقول للقلعه وزحمه بسيطه للمعادي، يعني كله زحمه يعني صلاح سالم ربنا معاكم. الصحراوي بقى في اتجاه البوابات من ميدان الرمايه للبوابات ماشي تمام جدا، اما العكس من البوابات لحازم حسن رايق بعد كده معقول لميدان الرمايه. كورنيش النيل بقى من ابراج النيل وسط البلد زحمه والعكس معقول، ومن وسط البلد للدائري زحمه والعكس مش وحش، ومن الدائري للمعادي والعكس تمام، ومن المعادي لحلوان والعكس تمام جدا. الدائري بقى من نفق السلام لطريق السويس زحمه بسبب حادثه، ومن طريق السويس للتجمع صعب جدا، من المنيب لوسط المريوطيه زحمه، غير كده الدائري ماشي تمام. كوبري 15 مايو زحمه في الاتجاهين، اما محور صفت اللبن تمام في الاتجاهين. طريق السويس في اتجاه مصر الجديده زحمه بسيطه عند الدائري بس العكس تمام جدا، اما نفق الازهر اخيرا رايق في الاتجاهين. لو في حد موافقني ويمضي على الاقوال دي يبعت لي على 1-92-7 يقول لي نشره 100 100، اما لو حد عنده اي تعديل على اي طريق انا قلته يا ريت برضه يبعت لي على 1-92-7 ويقول لنا او يقول يعني اخبار الطريق ايه وايه اللي زحمه عندك او بقت رايق عندك برضو. عمرو فهمي مساء الفل عليك، مبسوط ان انت اول واحد تبعت لنا على الاس ام اس على 1-92-7. امبارح لعبنا اغنيه للشاب خالد على فكره، مش سيلا في بس اغنيه تانية. تعالوا نسمع دنيا سمير غانم لغايه ما اقول لكم اللي جاي في الرعب ايه، مفاجاه. يلا ربنا يسهل ان شاء الله. ما تنسوش الاس ام اس 1-92-7 والفان بيج بتاعتنا هي انسى الطريق مع تي اي ديتا بالعربي بفرانكو عرب. عليك حبيبي كلام على ميجا اف ام. مع الاسف ان سويلم النهارده مش جاي البرنامج، هو كان الصبح مكان محمد فهمي، طبعا الف سلام على فهمي الاول. فالنهارده قعدت ادور يا ترى مين ممكن يكون مرعب. انا عارفه ان انا صوتي صعب شويه، انا اصلا بضحك، ما علينا. هقول لكم على حاجه حصلت الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات كنا خارجين انا واختي وبناتها الجمال شريفه ونازلي، ولاحظت حاجه غريبه في شريفه. لاحظت انها عندها موهبه غريبه في انها تطلع اسامي غريبه برضو على اختها. فانا قلت والله احنا ممكن ندي الاسامي دي فرصه بما انها مرعبة جدا، ونحاول ان احنا نعمل منها قصص مرعبة وانتوا اللي هتعملوها، بس الاول هسمعكوا عينة من الاسامي اللي شريفة بتخترعها. يا سوسة عبلوية في الزنج وبرعز الزرقاوي على طول كده.
طب هسلم عليكي الاول، ازيك يا سوشا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. عايزه اعرف انت ليه بتطلعي اسامي مرعبه على اختك الصغيره اللي هي يا دوب لسه بتتكلم؟ عشان مكلبزه. طب ودي حاجه يعني وحش انها تكون مكلبزه؟ اه. طب قولي لي اول اسم كده. عدلوية سيزلاني. يعني ده اسم تطلعيه على اختك؟ اه. طب استني عشان اكتب، كلكم طبعا تكتبوا معانا علشان الاسامي دي هي الهوم ورك بتاعنا. عدلوية ايه؟ سيزلاني. الله جميل يا حبيبه قلبي. طب والاسم التاني ايه؟ طبعا مش عارفه تقريه. شريف؟ اه. الاسم التاني ايه؟ برقص الزرقاني. برقص الزرقاني. الزرقاني، لا صح فعلا، ازاي تقع عني ده. طيب لو حبيتي تخوفي حد هتعملي ايه؟ هتقولي صوت ايه؟ صوت الفجر. مين؟ الفجر. ده اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل صوت ما اعرفش، هو راسه من صوته. ما بتعرفيش تعملي صوته؟ اه. ماشي، عامة الاسامي كفاية قوي يا شريفة، ما تخوفيهاش بقى. اوكي. يلا باي باي. باي. اسمعي الاغنية اللي جاية عشان انت كنت بتحبيها وانت صغيرة، اصغر يعني من كده. اوكي. ماشي؟ يلا مفاجأة ليكي. يلا باي باي. اديكوا سمعتوا الاسامي بنفسكوا. طفلة يعني الحقيقة بتطلع اسامي انا لما سمعتها خفت بس ضحكت طبعا. عندكوا اسمين دلوقتي تطلعوا لنا عليهم قصص. عبلوية شيزلونج و ايه؟ مرقص الزرقاني. يا ترى هتقولوا لنا عليهم ايه؟ قصتهم ابتدت ازاي؟ ويا ترى تعرفوا على بعض ازاي؟ عشان هما الاثنين عندهم ميشنز، مهمات مع بعض كده بيقوموا بيها. فخيالكم بقى معانا وبعتولي على 1-92-7 قولوا لي انا اللي هستعمل الاسامي وهرعبكم. انا الاغنيه اللي جايه دي بقى انا متاكده ان في كتير قوي مننا كشخوطه يعني بيحبها، لانها يعني اغنيه تحفه، بس طبعا مغنيها هشام عباس، بس كانت شريفه بتحبها وهي صغيره. حماده عزه اتربى في عزه. ما تنسوش الاس ام اس. واحد ايوه شفته بعيني طاير في السماء، كان فعلا بيجر طياره بايد واحده. وده طبيعي؟ ده مش طبيعي. مع نبيل محمود ومحمد سويلم، انسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. واضح ان الاسامي محتاجة اقولها تاني لانها صعبة شوية، فياريت ورقة وقلم وتكتبوا عندكم الاسامي اللي بنت اختي اخترعتها. عبلوية شيزلونج، انا مش عارف اقراها اصلا، وبرقص الزرقاني. يا ترى الاتنين دول حكايتهم ايه؟ انتوا اللي هتخترع لهم الحكاية، وهما الاتنين عارفين بيعملوا كده مغامرات، بيحاربوا مع بعض، بيقوموا بمهمات مع بعض، انتوا اللي هتخترعوا. المهم الاتنين دول قابلوا بعض ازاي؟ وايه نوع المغامرات اللي ممكن يكونوا بيعملوها؟ زيزو ماتريكس بيقول احلى مسا على احلى ناس. امبارح الفاصل بتاع احلى فاصل سمعته في حياتي حبيبي يا سويلم، واجدع سلام لنيفو. مساء الفل عليك يا زيزو. مش عارفه بالظبط الفاصل ايه اللي تقصده، بس انا مبسوطه ان انت كنت بتسمعنا امبارح برضو وعجبتك الحلقه. طيب في مسج بتقول نيفين الاغنيه جت في وقتها، ينفع ابعت سلام لايمان اختي والاحلى اطفال في الدنيا مروان ومالك ومهند. هي الحلقه قلبت اطفال وكوميديا ولا ايه؟ طب عامة هنرجع تاني للرعب. معايا ايمان الشاذلي. الو. ايوه نيفين. ازيك يا ايمان؟ ايوه حبيبتي الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه. والله صوتك الاول كان يعني داخل في مود الرعب، والله خليكي فيه. اوكي ماشي. ها تحبي تألفي القصة على الأسامي اللي قلتها ولا تاخدي لغز في السريع كده تحليه؟ لا أخذ لغز في السريع يعني. جريمة قتل. يا ساتر يا رب. اه والله. واحدة ست زيي وزيك. تسمعي؟ تسمعي؟ أيوة طبعا. ماشي. في يوم من الأيام وفي أوضة من الأوض موجودة في فندق، سمعوا صوت ست بتصرخ بصوت عالي، أرجوك أرجوك ما تقتلنيش. فجي واحد من المحققين وكان قريب يعني في مكان الجريمة دي، فجيب أسرع ما يمكن ودخل الأوضة علشان يلاقي الست مقتولة ومتغطية بدمها كله، ولقى مسدس في وسط الأوضة، وفي الأوضة نفسها لقى ساعي بريد
ومحاسبة ومحامية، يا ترى مين القاتل؟ يا ريت محاسبة. ما تسألنيش كانوا بيعملوا ايه في الأوضة لأني مش عارفة. ما تسأل مين؟ ما سأل ياسمين أيمن. هي اللي تتسائل عن الأعداد، ماليش دعوة. ممكن يكون سعيد بريد؟ ليه؟ سعيد بريد يكون بيسلمها أي حاجة مثلا في الفندق، هو اللي حق انه يدخل الفندق بيخبط ويقول يا شيخة. تخيلي؟ هو انت لما بتروحي فندق عادة بتلاقي سعيد بريد بيخبط ويخش كده عادي؟ في جالك طرد ولا حاجة؟ لا هو ويت... ما هو بقى مين عارف بقى انوانك في الفندق؟ هيتقالهم تحت اكيد وهيطلع. لا ايمان فكري كده، طب يعني حاولي تقنعيني. حاضر مش مقنعة صح؟ الصراحة لا، ولا اللغز الحقيقة. هي دي لغز ولا قصة؟ بس ما علينا سنين معقولة. هو حلم. كمان محاسب سعيد بريد. ومين الاخراني؟ محامي سعيد بريد. محامية. محامية. طب المحامية جات لك مسج الحقي. بعتلكوا يا حبيبتي. بعتلكوا. بعتلكوا قبل ما اكلمكم. طب بصي حاولي تفكري كده وبعتلنا. هبعتلك في المسج اوكي؟ ماشي اوكي. احنا مش على عيني كان بيه. بس الفل عليكي. ماشي ماشي يا ايمان. باي باي. يا ترى مين اللي قتل؟ لو عارفين ابعتوا لي على 1-92-7، ولو عندكم قصه جاهزه للاسامي المعقده المرعبه اللي انا قلتها برضو ابعتوا لي عشان تطلعوا معايا على الهواء. فصل بسرعه جدا، فصل مرعب طبعا اكيد، وهنرجع نكمل معاكم. انسى الطريق معاكي ايدي. اللي يبتدي كبير يكمل كبير. اسمع الاغاني. ايوه شفته بعيني طاير في السماء. كان فعلا بيجر طياره بايد واحده. وده طبيعي؟ ده مش طبيعي. مع نيفين محمود ومحمد سويلم. انسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. النهارده انت عندك الاختيار، بس كده كده لازم تبقى يعني يا ترعبنا يا تبقى مرعوب، يعني اتصرف. في النهارده اسمين، الاسمين دول ممكن نعمل لهم قصة عشان يبقوا شخصيتين اتقابلوا مع بعض وبيعملوا مهمات كده مع بعض ومغامرات مع بعض. الاسمين هما عبلوية شيزلونج، والاسم التاني هو برقوز الزرقاني. يا ترى الشخصيات دي ايه أسلحتهم وايه قدراتهم الخارقة؟ عبلوية شيزلونج دي انا متأكدة ان عندها قدرات خارقة محدش عارف عنها خالص، يعني يا ترى بتعمل ايه بالشيزلونج؟ برضه عايزين نعرف. ابعتولي بقى على 1-92-7 لو خيالك واسع وتقدروا ان انتوا تألفوا قصص تبقى مرعبة وابطالها الشخصيتين اللي قلت اساميهم. انا بالنسبة بقى للقسم التاني اللي هم عايزين يحلوا الالغاز وبيستسهلوا، فاحنا قلنا لغز من شوية، والحقيقة يعني ايهاب برضه من الناس اللي بعدت حل اللغز. يا ايهاب. ايوه. عامل ايه يا ايهاب؟ الحمد لله تمام. هو انت مرعوب ولا انت عايز ترعبني؟ عشان صوتك يعني مش مطمني قوي. هو انا مرعوب. انا مرعبه صح جدا. انا مرعوب لان انا اول مره اتعرض. اصلا افتكرتني خوفتك يا راجل. لا. طيب قول يا ايهاب، بتسمعنا عامه؟ بتسمع حلقه يوم الاربعاء؟ كتير يعني ساعات بتيجي بالحظ كده. طيب انت سمعت اللغز اللي انا قلته صح؟ ممكن نقوله سريعا جدا، ان كان في اوضه من الاوض في واحد من الاوتيلات في ليله من الليالي، واحده ست صوتت باعلى صوت وقالت ارجوك ارجوك ما تقتلنيش، وبالصدفه البحته كان في واحد من المخبرين موجود في الاوتيل ده يعني، فراح بسرعه جدا جري على الاوضه علشان يلاقي في الاوضه ثلاث شخصيات، ساعي بريد محاسبة ومحامية، وما تسألنيش هما بيعملوا ايه في الأوضة، انما هو عارف على طول مين القاتل. انت بقى عرفت؟ انا عرفت هو ساعي البريد. ليه بقى ساعي البريد؟ ايمان الشاذلي قالت علشان هو الوحيد اللي ممكن يدخل الأوضة في الأوتيلات. لا عشان البنت وهي بتموت قالت له ارجوك ما تقتلنيش، وهو مع بنتين، هي مش هتقول للبنت ارجوك، هتقول له هتقول لها ارجوكي. بالظبط. مفيش غير الراجل. سهل قوي يعني. صح؟
ايه ده؟ سهل يعني اللغز سهل. سهل يعني بس هو ارجوك دي. هي التركية في ارجوك. اه. طيب والله انا مبسوطة جدا والله. طب ايه تحب تسمع ايه؟ اي حاجة. اي حاجة؟ اي حاجة على ذوقك. يعني سميرة سعيد مثلا؟ ماشي. ماشي اوكي. مش يا ايهاب انت متجوز ولا لسه؟ لا انا عندي 20 سنة. انا طب ماشي اوكي. ربنا يرزقك ان شاء الله. ربنا يخليك. ماشي ميرسي جدا يا ايهاب. باي باي. ما زال عندنا الغاز تانية كتيرة. اللي عايز بقى يحل معانا الالغاز يبعت لي واحد. تعالى واحد اتنين وتسعين سبعة. الحقيقة انا بشكر ياسمين ايمن علشان طبعا هي اللي عملت الاعداد للالغاز النهاردة وكمان بتفهمها لي عشان قبل ما اطلع اقولها ابقى اتخابس يعني شوية. بشكرك ياسمين والله الحقيقة. طيب في اسماسس كتيرة جدا على 1-92-7 منهم رقم واضح انه بيبعت لي من العالم التاني لاني حاولت اكلمه لقيت التليفون او الرقم ده غير موجود بالخدمة. بيقول انت ازاي تقولي اسامي المخلوقات دي انت ما تعرفيش دول ممكن يعملوا. والمسج اتقطعت. فرقم اخره 399 رقم غير موجود بالخدمة. ازاي عملت كده انت قادر؟ طيب لسه في حد بيرد على اللغز اللي فات الاجابة ساعة البريد. لو ما سمعتش صوتك دلوقتي هزعل وهموت بجد. انا هو انا بتكلم الحمد لله يعني لسه عايشة. مشكورة جدا يا رقم اخره 849. زيزو ماتريكس حاضر هكلمك. رشا رشا بتقولش ريفة دي امر. ربنا يخليك يا رشا. عايز اغنية فيروز انت تأمريني. يا سلام بس كده. معانا برضو طفل اخر وهو محمد. منشوف هل عينة شريفة بتتكرر كتير ولا لا. الو الو الو. ايه محمد وركي الراديو اللي جنبك يا محمد. حاضر معاك. عندك كم سنة؟ 12 سنة. عندك اخوات؟ عندي. بتطلع عليهم اسامي برضو كده؟ انت مسمي اخوك ايه؟ اختي. عندي اختي. عندك اخت. طيب بتقول لها ايه بقى؟ حاليا بقول لها يا نينو. طب الحمد لله ده شيء طبيعي يا ابني. طب الحمد لله والله. هي اسمها ايه في الاصل؟ حنين. حنين. وبتقول لها يا نينو. وبتغني. يا حبيبتي. طب هي جنبك؟ لا. طب ممكن توطي الراديو ارجوك؟ انا مطفي النور وعايش جو الرعب. هوبا يعني ده مش صوتي ده صح؟ ده صوت كائن تاني. لا صوتي. صوتي برضو. صدق انا خفت وانا قاعده. طب يلا يا محمد عايز تالف لنا قصه ولا عايز تحل اللغز؟ الصراحة القصة واللغز الاثنين عجباني بس انا عارف اول اسم تاني اسم بقى انا عن نفسي القصة خلاص. طيب عارف اسم ايه؟ اني شخصية فيهم؟ عبله شزلونج. لا هي مش عبله لا اسمها هي عبلويه شزلونج لو سمحت عشان تزعل لما حد بيغلط في اسمها. طيب يلا قول لنا بقى القصه اللي اخترعتها العبلويه شزلونج. طب رعب بقى يا محمد. حاضر. كن عبلويه شزلونج. كانوا بيرسموها على انها تمثال. انا عايزك توطي الراديو خالص علشان انت بتسمع نفسك مرتين. يلا معاك. يلا عبلوية شزلونج كانوا بيرسموها على انها تمثال. وبعدين جم يحطوها في متحف مع عروسة تانية. ايوه العروسة ديت ملبوسة. ايه ده يا سبحان الله عيني لوحده. العروسة اسمها نبيل. طبعا المفروض انهم يحطوها جنبها. واللي حطوها ناس اسمهم اد ولورين. مين؟ اد. ماشي اوكي. اللي بيطردوا الارواح. جم يحطوهم جنب بعض. فجأة التمثال ده ان عبلوية شزلونج بتتحرك. وبعدين بتتحرك جوه الباترينا. وهي وانابيل هما بيتحركوا مع بعض. اوكي راحوا فين؟ المهم ان هما عمالين يتحركوا جوه الباترينا مش عارفين يخرجوا. جوه ليه؟
جوه المكان اللي هما الناس بيشوفوه منه يعني. ماشي اوكي. ف يا دوب جت يعني يا دوب قادوا اللوران لحظه كده طلعوهم من الباترينا لقوهم عادي. طلعوهم من ايه؟ طلعوهم من الباترينا. بعدين عادي يعني الموضوع هو عادي فعلا يعني خلاص كده القصه خلصت. اه عايزه احل اللغز. طب حل اللغز. طيب اللغز الجديد. اه طب بص عشان احنا كده انا ممكن يعني اتخصم من مرتبي عشان الكلام بقى كتير. خليك معانا وهنحاول نطلعك تحل اللغز برضو اللي بعده. طيب يعني طبعا الخيال مسيطر علينا جامد في شخصيه عبلاوية شيزلونج. لو عندكم قصه مرعبه اكتر من محمد يا ريت تنقذونا على 91.7 ميجا اف ام الاغاني على كبير. الحقيقه في مسجز جامده جدا. مسج بتقول عبلاويه شيزلونج عباره عن شيزلونج تقعد عليه يقلب عبلاويه. الصراحة ضحكتني. في كمان مسج كلميني وانا احكي لكم عن عبلاويه لانها صاحبتي. واضح ان الخيال معاكم فعلا ابتدى يسخن اهو. هكلمكم كلكم على قد ما اقدر طبعا. وبس تعالوا نسمع عمرو دياب وذكريات اغنيه للاخر. ميجا اف ام في مسجز كتيره جدا الحقيقه. والرقم اللي كان بيكلمنا من عالم تاني نزل على الارض اهو وبيقول انا نزلت في نطاق خدمتكم كلميني. حاضر. انا عندي لغز ما حدش يعرف يحله واتحدى ياسمين ايمن كمان ده رقم اخره 280. يا سلام نكلمك اكيد. في كمان ده محمد عبد الله غالبا اللي كان بعت مسج قبل كده نفسي اكلمك يا نيفين. حاضر هكلمك طبعا. انا عنتراوي الشيزلونج جوز عبلاويه كلميني. ده محمد عبد الله. اه عنتراوي عنتراوي الشيزلونج كمان. طب ده انا مبسوطه قوي ان في والله منكم بيخترع شخصيات جديده ويكمل على شخصيات شريفه اللي اخترعتها النهارده. محمد حبيب بقى معايا على التليفون هيحكي لنا قصه عبلاويه شيزلونج وبرقص الزرقاني. حفظت الاسامي يا محمد ولا لا؟ يا الاسامي محفوره في الذاكره. يا سلام. محدش يقدر ينساها اساسا. فعلا. عبلاويه شيزلونج وبرقص الزرقاني. فعلا. يعني اسمين مؤثرين مخلدين في التاريخ. ليه بقى عشان عملوا ايه؟ انت ما قريتيش يومياتهم ولا كده؟ لا هي بتتنشر؟ لا بتتنشر يمكن ناس كتيره قوي ممكن تقراها لكن ما تعرفش ان دي يوميات عبلاويه شيزلونج وبرقص زرقاني. طب ما تحكي لنا كده يومياته. اه حاجه صغيره جدا من يومياتهم. اصلا عبلاويه شيزلونج متجوزه برقص. هم الاثنين متجوزين بقى لهم سنين مع بعض. هم لايقين على بعض الحقيقه. هم لايقين جدا مع بعض. اه انا بقول برضه في يوم برقص اتخانق مع عبلاويه خناقه كبيره جدا. وعبلاويه من ساعتها ابتدت تصرفات. راحت اديت له بالشيزلونج اكيد. لا الشيزلونج ده لقبها ده لقب العيله ده لازم فيها. احنا ياسمين غلطنا في العيله معلش اعذرني. ففي يوم برقص اتخانق مع عبلاويه خناقه جامده جدا. من ساعتها عبلاويه تصرفاتها ابتدت تتغير. فيصحى بالليل مفزوع يلاقيها بص عينيها فيموت. الله. ابتدى يخاف منها. يجي من شغله يلاقيها طافيه نار الشقه كلها وطالعه له ابتسامه صغيره جدا من المطبخ.
ابتدى يقلق جدا وابتدى يخاف مش عارف يعمل ايه. شوية يبص يلاقيها هو بيتفرج على التلفزيون يحس بحركة غريبة وراه، يتضير يلاقيها نكسة شعرها وبتبص له. فابتدى قال اتصرف اعمل ايه اعمل ايه. فقال يتصل بمامتها فكلمها. ايوه يا حاجة عبلوية تصرفاتها متغيرة. قالت له كده يا برقص تتخانق مع عبلوية. دي الوصية اللي انا وصفها لك، عبلوية بقالها اسبوع عندي وانت النهاردة جاي تقولي تصرفاتها غريبة. لا يا شيخ لا والله برقص المستشفى الحمد لله. طبعا هو راح انتحر بعد كده اللي وديته المستشفى عبلوية. ده اكيد طبعا هو حد يتجوز عبلوية شيزلونج ويسلم يعني، ده كلام برضه يا راجل. طبعا انت متجوزة محمد بس مش يعني. لا انا مش قصدي حاجة، بس انا كنت هسألك على اطفالك عشان كنت بحكي لك على حكاية الخيال ده ان هما بيقعدوا يتخيلوا ويعملوا حاجات او يسموا اسامي او يقولوا تفاصيل غريبة مش ممكن تطلع يعني، او ما تتخيلش انها تطلع من طفل. عندك نفس النمس ابني الصغير غاوي رسم، ممكن يرسم رسومات تخيلية غريبة جدا يعني، والله يطلق عليها اسامي ويطلق عليها اسامي غريبة يعني. انا نفسي من كتر يعني الاسامي ما غريبه ممكن تجيني مش فاكرها فعلا. وعندي بنتي بقى، بنتي هي المرعبه. هي المرعبه شخصيا ازاي يعني؟ بنتي انا ممكن اصحى بالليل الاقيها واقفه على باب الاوضه بتعملي ايه؟ صحيت وتبص لك بصه غريبه. عندي بنتي ما شاء الله عليها واسعه كبيره جدا ما شاء الله، لما تبص لك كده بالليل والدنيا ضلمه فتعرفي معنى يعني ايه عين واسعه. انت شفت فيلم ورده يا محمد؟ ورده اني ورده فيهم فيلم ورده المرعب، الفيلم المصري الرعب كان موجود في السينما من فتره كده رعب يعني. لا طب يبقى شوف اصل هتلاقي في حاجات كده زي اللي انت بتقولها بالظبط. اشكرك جدا يا محمد وربنا يخلي لك ولادك وبناتك. الله يكرمك. اشكرك جدا. انا اللي شكرا على وقتك. طيب انا لسه معايا الغاز على فكره، اللي عايز يحل اللغز يبعت لي على 1 2 3 محمد سويلم انسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. انا اكيد ما اقدرش انسى الناس اللي معانا على الفان بيج، احمد محمد ابراهيم. انا شايفه كل الكومنتس بتاعتكم والاغاني، وبحاول والله يعني على قد ما اقدر العب الاغاني اللي انتوا طالبينها، الاغنيه اللي جايه لشيرين عشان انت عايز تسمعها. احمد شاهين مساء الفل عليك. طبعا لكل الناس اللي بتسال على سويلم، هو النهارده في اجازه بس ان شاء الله بكره هيكون موجود. واكيد اكيد اكيد ما بحبش سويلم ما يكونش موجود خالص، خصوصا حلقه الرعب، لان الزوم بتاعته لوحدها اصلا بترعبنا كلنا. بس هنعمل ايه؟ معلش بكره بقى. في مسج بقى جات لي على 1 2 7 بتقول مش هفضل كتير في نطاق خدمتكم، الدنيا هنا زحمه وانا حايش عني زرقاني وزرقان ناس وشيز لونج وحابسهم في ام انجزي بدل ما اسيبهم عليك. يا رب يخليك. واضح ان انتوا جايين ترعبوني انا مش ترعبوا بعض. بشكرك جدا، حاضر هكلمك من غير ما تهدد. في محمد رمضان، انا بشكرك جدا على المسج، ويا رب دايما نبقى بنقدر يعني نهون عليكم الطريق ونسيهولكم اكيد. اما بقى بالنسبه لزيزو ماتريكس، فزي ما وعدتك يا زيزو قلت لك هكلمك اهو. تمام. ازيك يا زيزو؟ ازيك يا نجين عامله ايه؟ عامل انت ايه؟ انا تمام الحمد لله. قسم الغاز ولا قسم حكايات؟ قسم الغاز، انا ما اعرفش الف. ما تعرفش تالف؟ لا لا. ماشي. جاهز؟ جاهز. ماشي استنى كده حتى رعب بس كده في السريع يعني. براحتك براحتك انا عايز انا بس لغايه ما يخش. ماشي اوكي. طيب بص بقى، في ليله من الليالي وليله كانت بتمطر جدا، اتحركت عربية الساعة 12 بالليل ارتكبت جريمة قتل. العربية دي طلعت اتحركت من مكانها راحت ارتكبت جريمة قتل ورجعت لمكانها تاني. ولما جه المحقق اليوم التاني لنفس المكان اللي طلعت منه العربية، حسب كلام الشهود لقى 3 عربيات من نفس النوع من نفس اللون جنب بعض. سبحان الله سبحان الله يعني. الصدف عندنا النهارده عاليه جدا سبحان الله. والله. فالمحقق هرش كده في دماغه شويه وقال صاحب العربيه دي هو اللي قاتل. وشاور انت شايف العربيه طبعا. تمام. عرف منين بقى المحقق
انه في قاتل بعينه يعني. اصل الثلاث عربيات نفس النوع نفس اللون جنب بعض. عارف منين بقى العربية دي؟ العربية دي او مش العربية دي؟ ها؟ العربية دي ركز انت معايا صح؟ ايوه تمام. هو مفيش حاجة تاني كده خلاص صح؟ لا هو مفيش. اجيب لك ياسمين ايمن انا ما عنديش مشكلة. بتمطر يبقى كده العربية اتوسخت، فاكيد يعني في ليلة زي دي بقى دي العربية اللي طلعت، يبقى دي العربية اللي ارتكبت جريمة القتل. يعني مش فاهمة انت نبكتني يعني ايه؟ بس ما دام الدنيا كانت بتمطر صح؟ لا لا الدنيا كانت بتمطر اه. تمام يبقى اكيد الدنيا الارض متوسخه وفي مطره وكده تمام؟ العربية وهي ماشيه اكيد يعني العربيه اتوسخت من المنظر من الجو اللي هي كانت فيه. العربيه اتوسخت علشان الدنيا كانت بتمطر. بتمطر اه اكيد. ماشي بس هي كانت بتمطر على يعني المنطقه كلها، فممكن الثلاث عربيات برضو اتوسخوا. طب ماشي ده هو بص اللغز بتاعك هو دي في الحته هي كده تمام؟ انا مش عارف بقى اجيب ايه تاني. هو اكيد اتوسخ يعني. بص يعني احتمال انا يعني مش هينفع اقول لك اه او لا، بس انت لسه ما وصلتش للموضوع يعني فاهم التركيه ما وصلتلهاش انت، فحاول تفكر كده وابعت لي. طيب ماشي هفكر وابعت لك تمام؟ ماشي بس انا بشكرك يا زيزو. اي خدمه ميرسي جدا. يلا باي باي. احمدك يا رب. حد ما عرفش اللغز انا بتبسط قوي والله، بحس ان مجهودي ما راحش كده. طيب يلا نسمع شيرين ما بلاش. عايزه اقول لكم ان الحلقه النهارده محققه نجاح جدا لسن الاطفال، يعني ثلاث اربع ناس اللي كلموني من 18 وانت نازل، يعني واضح ان انا عامله شغل عالي في الرعب. الله عليا. ناس كتير حلت اللغز، برافو عليك. ورقم اخره 617، رقم تاني 048039، برافو عليك. وفي جفنوء مكلماني او عايزين اكلمها. مساء الفل يا جفنوء. طبعا احنا حتى مستمعينا يوم الاربعاء بيتحولوا لشخصيات هلامية تانية، فيعني لسه سمعني الاول مرة في البرنامج جفنوء دي يعني مستمع عزيز علينا يعني سام سمية نفسها جفنوء. طبعا لا ثانية لا مينفعش تغني ابدا. طيب في ناس كتيرة قوي سمعنا دلوقتي وهي في الطريق، بس يعني بحاول ان احنا ننسى مع بعض كده الزحمة اللي انتوا فيها واللي انا هنضم ليكوا بعد شوية ليها. لكن في ناس دلوقتي سمعنا لأول مرة، منهم الأستاذ المبجل شيكو، فأنا بمسي عليه وبهديلك الأغنية اللي جاية، لأن كمان الأغنية دي عزيزة قوي على قلوبنا كلنا لأنها للست فيروز شايف البحر، وكانت طلبت مني من شوية. سالفول شايف البحر سكفي ١١ ثلاث اصفار 11، مستنيينكم في بلو بلو، أكبر مجمع كافيهات على النيل، 123 شارع عبد العزيز السعود المنيل. للإعلان على شبكة إذاعات راديو نيل، ميجا أف أم، راديو هيتس، نغم أف أم، وكالة صوت القاهرة، الوكيل الإعلاني الحصري، تليفون 333-750-22، فاكس 333-750-99. أيوة شفته بعيني طاير في السماء. كان فعلا بيجر طيارة بإيد واحدة. وده طبيعي ده؟ مش طبيعي مع نيفين محمود ومحمد سويلم. انسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. حلقة رعب متميزة حقيقي. مبدئياً أنا الثانية بشكرك جداً يا رشا علشان هي شكرتني على أغنية فيروز وبتقولي أنت بريء قيود. أنا بشكرك جداً. مش يا رشوش والله، يعني أنت تأموري أي وقت تحبي تسمعي فيروز يعني تكلميني أو تبعتيني على طول. سمر الفوال برافو عليها، برافو عليك عشان أنت عرفتي إجابة اللغز. يعني وجيان بتقول أنا أول مرة أتكلم معاكو وعايزة أحل اللغز. حاضر هحاول أتكلمك يا وجيان. ده لو جورج اللي معايا دلوقتي على التليفون محلش اللغز. جورج أيوة مساء الخير. نور بتسمعنا من امتى يا جورج؟ ايه؟ بتسمعنا من امتى؟ انا وسويلم زمان قوي، بس يعني انا بسمع لفم الميجا فيم عامة من زمان يعني، بس يعني كان شغلي لحد 8، فكان يعني البرنامج بتاعتي كنت ساعات احاول ساعات. شغلك لغاية 8؟ دلوقتي بقى شغلي لحد 5 فبسمع على طول يعني. لا ده والله يعني برافو عليهم، يعني ليه كده؟ ليه كرموك؟ بتشتغل في مجال ايه؟
مهندس صلاة. ربنا معاك يا جورج. بس انت بتحب الرعب صح؟ يا بس مش بخاف منكم خالص يعني انت جاي تحطمني يا جورج ولا ايه؟ يعني طب يعني اديني طيب اي بريقة امل شجعني. لا ما هو طبعا انتوا جامدين جدا بس انتوا خوفا عنكم لان الرعب لازم يبقى فيه صورة كمان. فعلا صح. انا حاولت اغير في صوتي كتير على فكرة بس فشلت. يعني اخري بعمل حاجات بقى اللي هي كده يعني مش صوتي طبعا. ممكن بقى تزييق الباب يعني كده. تعرفي الزومي زي لا طبعا الزوم مين انا بخاف على صوتي اصلا. ما علينا. تسمع اللوز تسمعه مرة تانية علشان تقوله لنا بقى تقول الاجابة بتاعته ماشي عشان الناس تبقى متابعه معانا. طيب احنا قلنا ان كانت الليله دي الدنيا بتمطر جدا واتحركت عربيه الساعه 12 بالليل علشان تروح ترتكب جريمه قتل وترجع لمكانها تاني. ولما جه المحقق تاني يوم لنفس المكان اللي طلعت منه العربيه وحسب كلام الشهود لقى ثلاث عربيات راكنين جنب بعض من نفس النوع من نفس اللون. هرس المحقق في شعره وبعدين قال صاحب العربية دي هو القاتل وشاور على العربية دي. أنا عربية فيهم بقى يا جورج؟ اللي في النص مش على اليمين ولا مش على الشمال. عرفت منين؟ هي يعني تفكير يعني مش عارف صح ولا غلط يعني بس اعتقد ان العربية اللي تحتيها مية كتير هي دي اللي اتحركت ورجعت تاني ركنت فوق المية اللي كانت الدنيا بتمطر يعني. برافو عليك يا جورج. طبعا منطقي وحل بسيط يعني العربية اللي اتحركت مكانها وعلى الارض يعني في المكان ده هتكون الدنيا طبعا غرقانة تماما عشان الدنيا كانت بتمطر. صح جميل جدا. طب ما انت جامد اهو. بس انت بقى ايه يعني عايز تسمع جورج والصوف. انت راجل سميع جدا جدا. طيب بص بقى انا كتبت على البيج بصراحة من شوية ان انا هسمعهم حتى الحكيم فاحنا نسمع حكيم وبعد كده هنسمعك جورج والصوف ماشي اوكي؟ خلاص اوكي بس بسرعة بقى عشان الدائري فتح يعني. لا بجد والله. طب انا مش عايزة بس يعني اضايقك بس هو شوية كده اتبسط بيهم وبعد كده هيرجع يقفل تاني فما تقلقش. انت قاعد معانا. انزل توصل بالسلامة. ميرسي جدا يا جورج. ثانك يو. سلميني على بقولك انا كنت عاوز اسأل حاجة. مع الاسف مع الاسف واحنا مفتقدينه جدا بس اكيد بنتمنى له التوفيق يعني في اي مكان هو يبقى فيه يا رب. اشكرك جدا. باي باي. طيب لا قبل ما يروح ويشتكي لازم نسمع بدايه الاغنيه. احنا بنحترم الاغاني من اولها. يلا نسمع حكيم عملنا اللي علينا والباقي على الله. والله الناس برضو اللي عمرها ما قصرت معانا ودايما بتدلعنا هم اصحابنا اللي موجودين معانا على الفان بيج وهي انسى طريق مع تي ديتا بالعربي بفرانكو ارام. احمد شاهين واضح انه مش راضي يسمع الاغنيه طبعا. حكيم احمد محمد ابراهيم طبعا مساء الفل عليك. كريم عمر اعز الناس بشكرك او بشكرك انا مش عارفه يعني الاسم الحقيقي ايه بس يعني اكيد بشكركم جدا. في كمان احمد حسن الناس النهارده مختفيه شويه. في كمان النهارده عيد ميلاد رامي صحيح. كل سنه وانت رامي وانت رامي يا طيب. كل سنه وانت طيب يا رامي محمود ثاني وعقبال 100 سنه يا رب ودايما مع بعض. طيب في بقى مين كمان برضو عايزه اقول الاسامي. محمد اتسمان هدير عبد الوهاب واسامي تانية كتيره جدا بنشكرهم كلهم كلهم. اغنيه جورج اللي طلبها لجورج والصوف طبيب جراح هنسمعها وهنرجع نكمل معاكم. طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مجراح سهرت الليلة الاء بشكرك جدا على الاس ام اس كانت نفسها تسمع اغنيه سهرانين. انا لو كنت شفت المسج بدري شويه كنت حضرت الاغنيه بس انا بصراحه قلت اخر اغنيه نبقى نلعبها لبناني بقى وكده علشان ناس كتير قوي عايزه تهيص مع اللبناني فمعلش يا الاء ممكن بكره بليز. كمان مسج من سعيد كوكو مساء الفل يا سعيد وبيسلم علينا وطبعا لسويلم لما يرجع وحشه جدا. بشكرك جدا جدا يا سعيد. في كمان جفنوقه بتقول يا نيفو كلميني قبل ما عفاريتي توصل عندك. طب معلش انا اسفه والله بس احنا فعلا يعني حلينا اللغز
يعني خلاص قلنا مش عارفه انت فوتي الحل ولا ايه، بس يعني انا بشكرك جدا وممكن نتكلم بكره يا جفنوعه بس باسمك العادي بقى الطبيعي، يعني ايه رايك؟ في كمان نور الدين مصطفى برضو، يا نور احنا حلينا اللغز خلاص، بس بشكرك على الاس ام اس. محمود فوزي كمان مساء الفل بشكرك، كان في حد عايز يسمع اغنيه لوائل جسار، ممكن بكره برضو علشان الوقت خلاص خلص فمعلش اعذروني. السيد الشناوي بشكرك جدا جدا جدا، بيقول البرنامج مسلي جدا، انا في العربية من الساعة 11 وبصراحة انا دلوقتي مرعوب، ده من قلبك ولا بتجاملني عشان بس يعني ابقى فاهمة. احمد محمد بشكرك جدا والله يا احمد، بص على ردودي عليك على الكومنتس اللي انت كاتبها، واضح ان انت ما شفتش اي حاجة من اللي انا بعته لك، فياريت تبص تاني كده. احمد يونس انا كمان بمسي عليك، احمد شاهين طبعا منورنا، كريم عمر كمان، بشكر كل الناس اللي كانت معايا طول الحلقه دي، ويلا بقى نسمع اخر حاجه لعاصي الحلاني وانا بهديها لسويلم زميلي وصديقي العزيز جدا واللي مفتقده جدا النهارده. بكره ان شاء الله هنرجع احنا الاثنين مع بعض من 4 ل 6 وانسى الطريق مع تي ديتا، كان معاكم النهارده نيفين محمود لوحدها، بس بكره ان شاء الله بص تاني رجع، يلا اتمسوا بالخير، باي باي.